في الحقيقة وصل إلى مستشفى الدرع العام عدد 13 من الجرحى من بينهم شهيد، وهذه الحالات من بينها حالتان في قسم العناية بعد تلقيها العمليات الجراحية داخل مستشفى الدرع العام، وباقي الجرحى حالات متوسطة جيدة إن شاء الله بعون الله وحالته مستقرة. يعلم الجميع أن قطاع الصحة يعاني في كثير من المستلزمات والأدوية وبعض الإمكانيات داخل المستشفيات. مستشفى الدرع العام بوقوعها الصراع الجغرافي داخل المنطقة الجنوبية يقدم في الكثير مما تعرض إلى حالة تسمم في الفترة القليلة الماضية في منطقة بيطرون وحالة الخطف التي حصلت في منطقة مصر. فمستشفى الدرع العام استنزف ما لديه من مستلزمات وأدوية داخل المستشفى، ولكن بفضل الجهود الخيرة وبفضل الناس إدارة المستشفى والناس الخيرة وفر هذه الإمكانيات لتقديمها لهؤلاء الجرحى والمرضى داخل مستشفى الدرع العام.